السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد أشرف، هكمل مع حضراتكم شرح وحدات معالجة الصرف الصحي. داخل محطة المعالجة بدأنا الفيديو السابق في شرح الوحدة الأولى والوحدة الثانية اللي هي الديكلاريشن تانك والأبروش تشانل. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنشرح الوحدة الثالثة اللي هي السكرينز أو المصافي. طب المصافي، تعال نبدأ نشوف. بقى في ميكانيكال سكرين وفي المانوال سكرين. المانوال اللي هو بتشتغل يدوي، والميكانيكال اللي بتشتغل بالكهرباء. حصل عطل في الكهرباء فبتشغل المانوال، وطبعا بيبقى اي محطة بقى فيها 2 3 4 5 ميكانيكال ومانوال واحدة او اثنين على حسب الديزاين. السكرين ببساطة شديدة هي مجموعة من اسياخ الحديد زي ما احنا شايفين كده، بتبقى مايلة. يعني تعال نشوف أول حاجة هنا أهو، كل اللي حضرتك عايزه العدد كام. هل هي مصفى؟ هل هي مصفتين؟ هل هي 3 مصافي؟ مفيش طبعا مصفى، هما 2 أو 3 أو 4 أو 5 على حسب الكيو ديزاين بتاعتك. طيب المسافة بين كل واحدة وواحدة اللي هي سمك الحيطة اللي هي 25 30 سنتي، تمام. طب تيجي للواحدة لوحدها، عايز تجيب غير العدد، عايز تجيب البي، التوتال ويتس. طيب الارتفاع بتاع المية هو الارتفاع بتاع الابروش تشانل، تمام. عايز حضرتك تجيب المسافات، شايف السيخ والتاني، المسافة اللي بين السيخ والتاني قد ايه، وبالتالي عايز تجيب عدد المسافات، وبالتالي عايز تجيب عدد الاسياخ. عدد الاسياخ ده بيساوي عدد المسافات زائد واحد. يعني عندك 5 صوابع، كم مسافة ما بينهم؟ 4 مسافات. يبقى عدد الصوابع هي عدد المسافات زائد واحد. نفس الكلام عدد القضبان، ده قضيب حديد، عدد القضبان بيساوي عدد المسافات زائد واحد. المية هتخش من هنا، تحجز أي كيس بلاستيك، أي ورق شجر، أي حيوانات صغيرة ميتة، بقايا أكل، أي حاجة تتحجز هنا، تمام. تتحجز إيه على طول، السكرابر أو الكسحات دي تقوم نازلة واخداها وترميها فوق. طيب يبقى الغرض من السكرين المصافي removal of large floating objects such as plastic, metals, wood, paper، ورق، خشب، مواد معدنية، بلاستيكات، تمام. طيب برضو بحب دايما بعد ما بنشوف الشكل بحب دايما نتكلم في الكود. يعني الكود ده هو المرجعية بتاعتنا، فأحب الأول قبل ما أبدأ الديزاين كريتيريا ما أتكلم فيها في الشكل النهائي، بحب نشوف الكود الأول. الكود قال لك المصافي الغرض منها حجز المواد العالقة أو الطافية. المسافة بين الأسياخ، احنا قلنا في الأسياخ اللي هي القضبان الحديد، صح؟ قال لك والله على حسب. في مصافي الفاين سكرين والكورس سكرين، تبدأ مثلا بالكورس سكرين، مسافة بين القضبان من 25 لـ75 ملي، يعني 2.5 سم لـ7.5 سم. الفاين سكرين اقل شويه بتوصل ل 50 مللي اللي هي 5 سم. زاويه الميل لو تلاحظ هنا الشبك السكرين، بص المصافي مايله. قال لك الكود بيقول لك، مركز في الكود دايما، حسب المصفى الميكانيكال سكرين، مصفى الميكانيكيه الميل بتاعها من 60 الى 80، يعني بتبقى مايله كده، بتبقى واقفه شويه. أما زاوية ميل المصفى اليدوية من 45 إلى 60، من 45 إلى 60، ما بتخش كده، تمام. طيب آدي الشكل بتاعي، المية طبعا اتجاه دخول المية أهو، وأدي عمق المية اللي جاي منين. ركز معايا، عمق المية اللي جاي من الأبروش تشانل، مش أنا جبت الووتر ديبث في الأبروش تشانل، اللي زودت عليه الدامتر بتاع الفورس مين 20 30 سنتي، جبت الديبس او الووتر ديبس في الديكسلريشن، لكن هو نفس الووتر ديبس اللي موجود فيه المصافي. حلو، وادي زاويه الميل، طبعا ركز بقى معايا، زاويه الميل. يبقى المساحه بتاع السيخ المعرضه للبلل اللي هي المايله دي، يبقى طول السيخ المعرض اللي هو ال اللي ده بقى بيساوي الديبس على ساين الزاويه، تمام. وبعد كده بتيجي السكرابرز، تقوم واخده اي حاجه اتبقت هنا، وكيس بلاستيك وخشب، تقوم واخدها هوب من هنا، وادي صندوق تجميع المواد اللي اتحجزت على المصفى. ده الاليفيجن، ده البلان بتاعي، وادي شكل المصفى، ادي القضبان او السيخ الحديد بتاعتي، تمام. طيب وادي شكل تاني اهو، الميه بتيجي اهي، بتعدي من هنا،
وتعدي من الناحية التانية، اتحجز الحاجات اللي عليها، تيجي الاسكابرس تعمل كاسحل ده كله وترميه بره المصفى خالص. طب وادي شكل المصفى، طبعا هنشوف برضو الفيديو اللي كان معانا في الفيديو السابق هنكمل عليه. الديزاين كريتيريا بتاعتي نفس الكلام نفس الكود، الكورس سكرين من 2.5 ل 7.5 سم، الفاين سكرين من 2.5 ل 5 سم، ممكن نقول من واحد، لا نمشي بنص الكود من 2.5 برضو ل 5 سم. عندي المانوال سكرين والميكانيكال سكرين، وقلنا الفرق ما بينهم. طيب عدد المصافي اكبر من او بيساوي 2، ما فيش حاجه اسمها مصفى واحده. الدبس بتاع السكرين هو الدبس بتاع الابروش شانل، زاويه الميل على حسب زي ما قلنا في الكود. تعالى كده مع بعض نبدا نشوف مثال، عندي مثال حي، نبدا نشوف جوه المثال. المثال ده هنراجع فيه على الفيديو السابق والمصافي دي كمراجعه سريعه. For a city of average water consumption، الاستهلاك الفردي 250 لتر في اليوم، and population كان 400 ألف نسمة. Design the primary treatment units. Primary treatment units يعني هتصمم ثلاث وحدات، اللي هي ال distillation tank وال approach channel وال screen. طب أول حاجة بجيب ال Q maximum، يبقى لازم أجيب ال Q design. أول حاجة أجيب ال average اللي هو الووتر كونسامشن أو ال Q small average في ال population في 8 من 10 عشان أشغل صرف. فالكلام ده هيديك الووتر كونسامشن لتر بير كابيتا بير داي، والبوبوليشن كابيتا ادي نسمه مع نسمه يبقى لتر في اليوم. طيب انا هقسم على 1000 عشان احول لتر لمتر مكعب، واليوم هضرب في 24 في 60 في 60 عشان الناتج اللي عندي يبقى متر مكعب في السنه. في صعوبه في الكلام؟ طيب نكمل نكمل. طيب كده جبت الكيو افريج، هضربها في البيك فلو فاكتور. طبعا البيك فلو فاكتور عارفينه شرحناه قبل كده في الدبلومه، بيساوي 1 زائد 14 على 4 زائد الجذر تربيع البوبوليشن على 1000. البوبوليشن 400000 على 1000، اعوض جبت البيك فلو فاكتور. بجيب برضو نفس الكلام، ادي قانون المينيمم فلو فاكتور علشان اعمل تشيك على السرعه. الشاهد عندي البيك فلو فاكتور 1.58، يبقى الكيو ديزاين اللي عندي هضرب البيك فلو فاكتور اللي هي 1.58 في الكيو افريج اللي انا جبتها 93% اللي هي دي اهي، في 1.2، طلعت الكيو ديزاين 1.75 متر مكعب في السنه. تمام، مفيش اي مشاكل. الكيو ديزاين دي اللي انا هخش بيها اصمم السكرين والابروش شانل. برضو سريعا كده، السكرين لو تفتكر قلنا السرعه من 0.6 المتر ل 1.5 متر على الثانيه، خدناها 1.2. انا عندي الكيو ديزاين اللي هي 1.75 اقسمها على الفيلوسيتي اللي هي 1.2، جبت الاريا. الاريا بتساوي البي في الدي، قلنا البيست هيدروليك سيكشن بي بتساوي 2 الدي، هشيل البي واحط 2 الدي اهي. وانا جبت الاريا من هنا، جبت الدبس هيطلع 85%، اعوض البي بتساوي 2 الدي يبقى البي ب1.7. الدبس ده اللي انا هخش اصمم بيه المصافي بتاعتي. تمام، طبعا الدبس ده انت هتاخده وتصمم الايه الاول، الديكستليشن تانك. طيب تعالى كده نشوف مع بعض الديكستليشن تانك عباره عن ايه. الديكستليشن تانك قلنا هناخد البي، او سوري هناخد الدي اللي هي 83 كام، كانت 85%، ازود عليها الدايمتر بتاع الفورس مين، طبعا بتبقى معلومه عندي، وبزود عليها 20 ل 30 سنتي اسفل الماسوره الفورس مين اللي داخله في الديكستليشن، وهفرض الزمن ب 30، نقول من 30 ل 60، هفرضه 30 40 50 ثانيه مش هتفرق. وعندي الكيو ديزاين جبت الفوليوم، وانا عندي الدي اقدر اجيب الطول والعرض. طيب الشاهد اللي معانا النهارده ديزاين اوف سكرين، ركز بقى معايا. فاكر لما قلنا في الاول خالص، لو تفتكر الفيديو السابق اهو، انا عندي ادي الابروش شانل، بعد كده بيحصل انلارجمنت. الانلارجمنت ده بيبقى بيختلف ليه كذا ديزاين، وليكن هناخد المساحة اللي هنا 2 ل 3 الويتس اللي هنا. تمام، في بتبقى كذا حاجة، يعني هناخد الاريا دي كلها ضعف الاريا دي او 3 مرات الاريا دي. تمام، في الاخر انا هعمل تشيك على السرعة داخل المصاف. طيب تعالى كده نشوف مع بعض. اول حاجة قال طبعا الميه هتخش، ادي الشبك، انا هاخد المسافه
ما بين السيخ والتاني 5 سنتي، تمام. وهناخد اهو السبيسنج بتوين بارز 5 سنتي، الويث اوف بارز 1 سنتي اللي هو السمك القضيب المعدني ده 1 سنتي، المسافة بين كل قضيب والتاني 5 سنتي. خلي بالك الطول، مش هو القضيب ده مايل صح؟ الدبس بتاع المية انا جبته كام؟ 85 من 100. تعرف تجيب لي المايل؟ اه المايل اللي هو ال بتساوي الدي على الساين 45، يبقى الطول على المايل 1.2. حتى الآن مفيش مشاكل عشان خدت الدبس في السكرين، هو الدبس بتاع الايه؟ بتاع الابروش تشانل. طيب المساحة بقى دي النت سبمرجد اريا اوف سكرين هي 2 من الاريا اوف ابروش تشانل. طب هي الاريا بتاع الابروش تشانل بكام؟ اهي الابروش تشانل الاريا البي في الدي الاريا طلعت 1.46، يبقى ال 1.46 دي هضربها في 2 او اضربها في 3، تمام. طيب اهو يبقى الاريا الكليه النت سبميرجد اريا اللي هي المساحه المغموره. خلي بالك ليه المساحه المغموره؟ انا يهمني انا بجيب المساحه المغموره اللي هي المساحه دي، ما بجيبش المساحه الكليه، بجيب المساحه المغموره تحت الميه. المساحه المغموره دي المغموره، ماليش دعوه انا بفول الميه، تمام. طيب هنقول 2 في 45 او 2 في 46 معايا اهو، ادي النت سبمرجد اريا 2 في 1.46 او 1.45، طلعت المساحه الكليه 2.9 متر مربع. طب مساحه المسافه الواحده دي قد ايه؟ هي المسافه الواحده دي مش قلت هي بي؟ المسافه دي بي في الطول اللي على المايل ال. طب الطول على المايل طلع 1.2 صح؟ اهو اللي انت في سبمرجد سكرين اخر حاجه 1.2. طيب يبقى كل اللي انا هعمله ادي 1.2 في البي اللي هي 5 سم اللي هي 500 متر، طلعت الاريا بتاع المسافه المتهشره دي طلعت 600. طب وانا عندي المساحه الكليه اللي هي 2.9، تعرف تجيب لي عدد المسافات؟ اه طبعا، هقول المساحه الكليه 2.9 على المسافه الواحده مساحتها 600، طلع عدد المسافات 48 سبيس. طيب هل 48 ده لا انت بتصمم مصفى؟ لا، احنا قلنا اقل حاجه كام مصفى؟ مصفتين. يبقى كل مصفى السبيس بتاعها قد ايه؟ تقسم على الاثنين، ده اقل حاجه خدنا 2، يبقى 48 على 2 يبقى 24، يبقى دي فيها 24 مسافه ودي فيها 24 مسافه، يبقى عدد القضبان بتساوي عدد المسافات ال 24 زائد 1، يبقى كل سكرين كل مصفى بتميل بزاويه 45. وعرفنا نجيب طولها، وعرفنا القضيب طوله او سمكه 1 سنتي، المسافه 5 سنتي، عددهم 2، عدد القضبان 25، مسافات 24. تعرف تجيب لي التوتال ويث؟ ايه التوتال ويث ده؟ اللي هو العرض الكلي للمصفى الواحده. اه العرض الكلي بيساوي كام؟ اي واحد دي او دي العرض الكلي للمصفى الواحده. ها هجيب المسافه دي، المسافه الواحده كام؟ المسافه الواحده عرضها 5 من 100، فعدد المسافات 24، يبقى كده انا جبت العرض الفاضي بس. طب هنزود عليه بقى الاسياخ الحديد، هما كام قضيب؟ 25 في الواحد 1 سم، الواحد سمك 1 سم، الواحد من 100، يبقى العرض الكلي للمصفى الواحده 1.45 متر. 1.45 متر. طيب ركز بقى معايا، مش دلوقتي انا عندي في المايل هنا اهو، سوري اهي في المايل هنا، مش انا عندي ادي المصفى المايله في سرعه قبلها وفي سرعه بعدها؟ قال لك السرعه اللي قبلها يجب الا تقل، يعني لازم اكبر من او بتساوي 6 من 10، والسرعه اللي بعدها ما تزيدش عن 1.5 متر. ايه ده السرعه مش بعدها؟ قصدي السرعه خلال المصاف. اصل السرعه قبلها اللي هي بتاخد السرعه كلها في الاريا صح؟ مش عندك القانون الكيو بتساوي الاريا في الفي صح؟ فما الاريا بتزيد الفي هتقل. طيب هنا الاريا كانت كلها فكانت السرعه عاديه، اما تخش في السكرين نفسها مش القضبان دي هتاكل من الاريا صح؟ يعني الاريا هتقل، فبطبيعه الحال السرعه هتزيد. هيقول لك هتزيد طبعا عن السرعه قبل بس ما تزيدش عن 1.5، فلازم تعمل تشيك على السرعه دي والسرعه دي.
طيب تعال نعمل تشيك كده على السرعة. السرعة قبل هتقسم صح الفلوسي بتساوي الكيو ديزاين على الاريا. طب والكيو ديزاين عندي والاريا هما كم مصفة؟ مصفتين. المصفة عرضها كام؟ الكلي قبل اللي هو الكلي اللي هو 1.45 اصلا اللي هو العرض بتاع الابروش تشانل صح. يبقى 1.45 ده المصفة الواحدة في 2 تمام. طيب في الدبس بتاع الميه اللي هو 85 من ميل، مش دي كده السرعة؟ ادي الميل اهو، ادي دبس الميه اهو. حضرتك عايز السرعة قبل ما تخش على المصفى بتساوي الكيو ديزاين على الاريا، على الاريا اللي هي الاريا الدبس في العرض بتاعك في عدد المصافي. طلعت السرعة 71 من 100 أكبر من 6 من 10 سيف. طب خلال المصافي هيبقى نفس الكلام، 1.75 على عدد المصافي 2 والدبس 85 من 100، بس العرض كله مش 1.45، لا ده ال 1.45 ده كان كله. أنت هنا هتشيل منها القضبان، المية مش هتمشي من القضبان، هتمشي ما بين القضبان صح؟ يعني ال 1.45 دي هتبقى 24 في 5 من 100. فهمت؟ يبقى ال 1.75 على عدد السكرين 2 على الدبس بتاع الميه 85 من 100 في المسافه، ام 24 مسافه، المسافه 5 سم ما بين السيخ والتاني. طلعت طبعا السرعه هتزيد، لازم تزيد عن السرعه الاولى 86 من 100 اقل من 1.5 سيف. الهيد لوسز انت عندك فرق السرعتين 86 من 100 تربيع ناقص 71 من 100 تربيع في 1.4 على 2G. الهيد لوسز يجب الا تزيد عن 10 سم. هي طبعا طلعت هنا 16 من 1000 متر اللي هي 1.6 سم سي. ادي السكرين. طبعا لو اي حاجه مش فاهمها بترجع بتشوف الخطوات، يعني الموضوع بسيط. طب الفيديو اللي معانا اهو هنكمل اللي بدانا المره اللي فاتت. ادي المصافي، هنا انا عندي مثلا هنا مصفتين زي المثال بتاعنا، عملنا مصفتين عرفنا المسافات وعرفنا الاسياخ وعرفنا الميل قد ايه تمام. ادي الشكل طبعا اي حاجه. بص هنا ده الميكانيكال سكرين مش محتاج حد يشغله، هو اوريدي شغال اوتوماتيك، هو بيطلع اهو بيطلع ويرمي بره اهو، بيطلع يرمي في هنا في الاطار ده، والاطار ده بيقوم منزل في العربيه بيفضي العربيه البلاستيكات والحاجات تمام اهو. ادي شكل السكرين اهو، وادي الميه بص داخله من تحت اهي. دي السبمرجد اريا اللي كنا بنتكلم عليها، ماليش دعوه بكل ده. اي حاجه بتتحجز ودي طالعه اوتوماتيك بتلف على سير بتاخد الكلام ده كله تمام. اهي ادي السكرين وادي المصافي وادي الدنيا كلها. اتمنى الفيديو اللي كان معانا النهارده يفهمك الدنيا ماشيه ازاي. طبعا هنتكلم الفيديو القادم عن حاجه اسمها الجريت ريموفال تشامبر. خلاص عدت من السكرين بتخش على خزانين في نهايه المرحله الابتدائيه اللي هو الجريت ريموفال تشامبر، حوض ازاله الرمال هو بالمنظر ده، حوض ازاله الرمال وبعديه البرايمري سيدمنتيشن تانك. اتمنى اكون افدتك ولو بقدر بسيط، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.